زوجتي تحب ومهتمة بابني أكثر مني، كيف أتعامل مع هذه الحالة؟ طب يعني مثلا مريضكم حتى يشفى، وغائبكم حتى يعود، ويعني وحزينكم حتى يفرح، لكل مقام مقال. ولكن هو فعلا في مجموعة، أنا لا أنكر ده، في مجموعة من الزوجات أستاذة منى بتبقى دايما يعني وضعها إنها ساعة ما تخلف بتنسى الزوج، والزوج بيحس طب ليه، يعني فين المعاملة، فين الطبطبة، فين الحركات والاشتكانات اللي انت بتعمليها لزوجك على الأكل وبعد الأكل وفي الاستقبال، لأنها مشغولة بالطفل. لكن احنا بنقول في فترة على الأقل، أول 6 شهور الأولانيين، في فترة 6 شهور الأولانيين بيبقى الطفل فعلا محتاج الأم بكامل طاقتها، فاحنا بنساعد. لكن لا تهملي الزوج، له وضع معين، له إشباع عاطفي، له إشباع جسدي، له إشباع أكلته، فرشته، هدمته، الكلام الثابت ده عبء عليكي وانت بتعينها في الفترة دي. لكن ما يبقاش كل جل الوقت مع الأولاد، فين الوقت؟ عشان كده بنقول تاني الخطوات سبع خطوات. أول حاجة المعايشة، واحفظوا ده عني، المعايشة 10 دقايق كل يوم بينك وما بينه، عملت إيه يا زوج كذا، أنا ليا بيت وزوج بيسمع، تعالوا يا أولاد قولوا البابا عمل إيه، بنعيش يومك وتعيش يومنا. رقم 2 لغة من لغات الحب اسمها الكواليتي تايم، اللي هو وقت الجودة، بعد بنتجمع على وجبة وبنقعدوا فيها بنتفقد أحوالنا، وبعد الوجبة من 12 ل 20 دقيقة قاعدة مع زوجي بنشرب القهوة، ما بنتكلمش في مشاكل خاصة، أنا بصره بيضحك وهو باصص لي، الله شال زوجتي اللي خطبها أيام الخطوبة وشكلها حلو، الله زوجي الجميل اللي أنا كنت مخطوبله وشكله. ارجعي الصورة الذهنية، ده المستهدف في اللاواعي لشكل الشريك في اللاواعي. أنا مبسوط. طب ما نتكلم في مشاكل، اوعي المشكلة لها حل وهقولها لك ولها وقت. رقم 3 اليوم الملكي ويوم العلاقة الخاصة، إن كان زوج له متطلبات في العلاقة الخاصة كل يوم تمام بتروحي بتعملي، لكن في يوم اسمه اليوم المختلف، يوم إشباع عاطفي أكتر منه الإشباع الجسدي. إشباع عاطفي يمدح حاجة فيك، يمدح حاجة في شكلك، يمدح حاجة في مواصفاتك، يمدح حاجة. إشباع ما تقولش اتجوزت أبو الهول وهو شايف نفسه شهريار وملك زمانه في عينك، أنا راجل سيد الرجالة كلها في عين زوجته، وهي شايفة نفسها ست أنثى محل طلب. بعد كده رقم 4 جلسة العيلة، يجي من الصلاة عاملة الأكل عاملة الحاجة، الأولاد ماذا قال الشيخ النهاردة في الصلاة، تعالوا يا أولاد هنقول ندعي آمين آمين. رقم 5 محل المشاكل، أنا ما بنيجي نتكلم على مشكلة من المشكلات يا أستاذة منى، نعم، ما بقاش كل يوم جاي من الشغل بنقول المشكلة ما اتحلتش، لا ده ما يبقاش بيت، ده يبقى مرستان، مستشفى مجانين. المشكلة لها يوم في الأسبوع من 5 ل 5:30، من 6 ل 6:30، نص ساعة فقط. والله يا زوجي احنا عندنا يوم مناقشة المشاكل يوم الأجازة، بقول على المشكلة دي نعم بسبب إيجابيات 1 2 3، وبقول لا على عليها سلبيات بسبب 1 2 10. طيب بعد كده رقم 6 الخروجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج مع السيدة عائشة بعد صلاة العشاء في ضوء القمر، فاحنا نخرج مع كل أسبوع، مرة كل شهر. دي خطوات عشان أعيد بيها الدنيا تاني وأقول وأعمل وما يروحش الحب ولا يخلص الرصيد وهكذا، ونعيد الأمر ما بيننا تاني. آخر حاجة دي أسباب، من ربها؟ الله عز وجل، رب الأسباب، يا رب اكرمني في زوجتي، يا رب اكرمني في زوجي، على الكلام يصل للقلب وهكذا. الدعاء إن ربنا يقدم ما بينهم بالإيه؟ بالخير.